سي بمختلف قنواتها. ينتظرونكم للتعليق على ركلات الترجيح، وبعدها نبارك سويا للفائز. إما نصر تقول كلمتها، ركلات الترجيح ستقول كلمتها. وهذا الحكم بالمناسبة طلع الكرت الأصفر 12 مرة وطرد 3 لاعبين، والآن يبتسم لشهراني ويبتسم لرونالدو العناد. يصدر الضغط على الفريق الآخر، والجوهرة المشعة في أجملها. في ذلك العام انتهت 1-1، اليوم كم انتهت؟ عندك ركلات الترجيح، حسمت ركلات الترجيح في 2015. هي جدا بعيدة، بعيدة كل البعد. فرحة نصراوية أولها، والآن هي جدا وين 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 وين. هذه بعيدة، هذه بعيدة. تذكرون طبعا باجو في كأس عالم 94، ضاعت على الهلال، الثانية للهلال من متروفيتش. متروفيتش يتقدم ويسدد ويسجل، يسجل مترو، سجل في المباراة وسجل في الركلة الترجيحية، وبالتالي للهلال ناجحة، للهلال ناجحة بذكاء كبير. وليد عبد الله في جهة، والقلب الركلة الترجيحية إلى وليد عبد الله، ويحفز وتكون الأمور. فريق سجل، شوف التركيز العميق جدا من الدون، وبعد ذلك طبعا يسدد ركلة ترجيحية ناجحة كما فعل متروفيتش في نفس الزاوية. وبالهلال سامي النجعي، وتكون الأمور أيضا تعادل في كل شيء. يا ليل ما يا ليل ما أطولك مباراة نهائية. شوف طار لها، طار لها أبونو، لكنها أسرع في زاوية. وعصور الآن 3 ركلات للهلال سجل. الأمور نهائي، ما أروع نهاية، مثير مثير مثير. هل دخلت لأن تكون رجل الأمسية؟ الله، من أمام سعود. الآن من هو اللاعب النصراوي؟ من هو اللاعب النصراوي؟ علي الحسن، علي بونو مستمرة، بونو مستمرة. هكذا طار لها، شالها المغربي أسد الأطلسي، قال كلمته في الكرة الماضية. ولويس كاستروس، بقية الرفاق هنا يحتفلون بهذا اللقب. أيها السيدات والسادة، سنعود أمام حارس مرمى كبير، تقدم بهذه الصورة، سددها، اصطدت في قدم أبونو، وأهدى أبونو بالتالي اللقب لفريقه، فريق نادي الهلال. في هذه الأمسية الكلمة الآن إلى الزميل محمد خاتم، على أن نعود بعد ذلك مع طبعا مع حفل التكريم ورفع الكأس، كأس الملك، في هذه الأمسية الكبيرة. فإلى الزميل محمد الخاتم.